السلام عليكم يا شيف. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا ان غاتو سو فورم انديفيديوال اللي سميتو سبلونديد اللي فيه ان بسكويت داكواز اموند فيه ان كروستيون فيتين وفيه اون موش شوكولا اولي وان موس نوازيت. دونك اول حاجه غنبداو كيف ما ديما باش كنبداو في لي غاتو ديالنا غنبداو بالبسكويت داكواز. دونك اللي غنحتاجو فيه البيض البيض سكر سمول لا بودر داموند اكبل سكر غلاس ولا فارين. غادي نديرو اون مورانغ بالبيض البيض وبالسكر سمول عاد ابخي غادي نميلونجيو لو ماتيات ساش. دونك غنبداو بالبيض البيض نمونطيوهم كيما قلنا كنمونطيو لي بلون شويه بشويه كنبداو نزيدو عليهم السكر نخليهم يتخدمو مزيان باش كيعطينا لو فوليم كتير. ملي كيطلعوا على البيض البيض كنحمسوهم كنديرو لهم واحد لوكو ديال الفوا شويه بحال هكا وكيكون عندنا لي بلون طالعين مزيان. دونك كنبدا في ميلونجي لي ماتيار ساج ديالي لا بودر داموند اكبل سكر كلاص ولا فاغي صافي كنبدا ميلونجي نحاول ما نطيحش لا ميرانغ بزاف. ميلونجي تيدخلوا لي زانغريديون كاملين مع بعضياتهم صافي كناخذ اون بلاك وكندريس البسكويت ديالي. صافي كندخلوا للفور درجه الحراره 170 ما بين 12 حتى 15 دقيقه وندوزوا للمرحله الثانيه ديالنا اللي هي لا بريباراسيون ديال لو كروستيون فيتين. دونك المرحله الثانيه ديالنا في لو كاتو سبلونديد هي لا كروسيون فيتين اللي غنحتاجو فيه بقالينا هنايا نوازيت اكبل فيتين اكبل وشوكولا ولي بيستوبيل اكبل. دونك هاد لي زانغريديون كاملين بثلاثة غادي نخلطوهم وغادي نزيدو عليهم شوية ديال الزيت. دونك كنديرو لا فيتين كنديرو بقالي نوازيت اكبل وكنديرو شوكولا ولي اكبل كنديرو لو ميلونج كامل كنخلطوا هاد الزانغريديون ثلاثه كنزيدوا شويه الزيت باش في لا ديكوب حيت هذا غنديروا اوطون كو فون ديال لو غاتو ديالنا. دونك ملي كنزيدوا الزيت كنديروا شويه الزيت منين يدخل الثلاجه غيقفح. دونك ملي نبغيو نقطعوه هذيك الزيت غترجع ليطا نورمال ديالها في لا ديكوب ديالنا الموس ما يتبلوكاش لينا مع لو كروستيون. دونك الا خليناه بحال هكا ما زدناش الزيت كيجي مزيان مي في لا ديكوب كيبقى كيتعزل بوحدو كيتحبس. كنزيدوا شويه ديال الزيت سي بون دابا لو كروستيون ديالنا واجد. غناخدو لو بسكوي ديالنا اللي طيبنا ديجا ديال الداكواز غادي نايطاليو فوق منو هاد لو كروستيون اللي صيبنا غنديرو اون كوش فين رقيقة وغندخلو هاد السيوجا تقصح وندوزو للمرحلة التالتة ديالنا ديال لو كاب. دونك قلنا البسكوي ديالنا داكواز طاب وجد قطعناه قادينا شوية غنديرو لاكوش ديال الكروستيون فيتين اللي صيبنا ايطالي لاكوش كما كتشوفوا رقيقه كنلصقها مع البسكوي مزيان وندخلوا السوجا تقصح وندوزوا للمرحله الثالثه ديالنا اللي هي لا موس شوكولا اولي. دونك المرحله الثالثه ديالنا في لو غاتو سبلونديد هي لا موس شوكولا لاكتي اللي غنحتاجوا فيها اون باز ديال لاكريم اونغليز غنحتاجوا فيها الحليب ولا كريم صفر البيض والسكر شوكولا بيستوفيل اكبل لي ولا كريم اللي غنمونطيو. دونك غادي نديروا اون كريم اونغليز ديالنا لي زانغريديون ديالنا الاولين اللي هما الحليب ولا كريم صفرة البيض و سكر سمول. دونك غنديرو لا كويسون ديال لا كريم اونغليز ديالنا غادي نخويوها على شوكولا اولي اون باراليل غادي نمونطيو لا كريم ديالنا تتبرد لينا لا كريم اونغليز نديرو لا كريم ديالنا تمونطا ونبداو في لو ميلونج ديال لاموس شوكولا لاكتي. دونك لا كريم اونغليز ديالنا وجدات خويو على الشوكولا اولي خليوها تذوب وتبرد دونك هاكا لا كريم اونغليز ديالنا واجدة غنمونطيو لا كريم على ما تبرد لينا لا كريم اونغليز ونبداو في لو ميلونج ديالنا.
نضيفوا لا كريم ديالنا العاد الميلونجيو دابا لا كريم مونتي مع هاد لا كريم اونغلي شوكولا اولي كلاموس ديالنا لاكتي واجده ناخذ لي مول فاش غادي نخدموا غنعمروهم وغنديروا معاهم لو بيسكوي لو كروسيون اللي درنا في الاول دونك البيسكوي ديالنا كروسيون واجد بحال هكا قاصح بارد لا مول شوكولا لاكتي واجده غادي نقطع لي فون اللي غادي نديروا في لاباز ناخذ ان اونطونوار غنديروا فيه لاموس ديالنا دونك وغادي نعمروا لي مول ديالنا دونك كناخذوا لي فون ديال البيسكوي ديالنا كنديروا واحد كل واحد فوق منه وحده سي بون كندخلوا للسيرجي اللي قصح وندوزوا للمرحله الاخيره ديالنا هو لا بريباراسيون ديال لو موسو نوازيت وندوزوا للديكوراسيون ابخي ان شاء الله دونك المرحله الاخيره ديالنا في الانديفيديوال سبلونديد هي لو موسو نوازيت غتحتاجوا فيها لا كريم لا بات دو نوازيت لا ماس جيلاتين شويه ديال الملحه وشوكولا بلون بيستوفيل اكبل دونك غادي نديروا لا كريم ايفوليسيون وغادي نخويوها من تسخن غادي نخويوها على لي زانغريديون الاخرين كاملين ونخليوه يتروبوزا تيبرد مزيان درجة حرارة 5 دوغري ونطلعوه في الباتور مونتي كناخذوا واحد الريسيبيون كبير غنديروا فيه لي زانغريديون كاملين ديالنا اون فوا كيغلى الحليب غادي نزيدو على لي زانغريديون كاملين صافي كنخلطوها مزيان كنديروا لها بابي فيلم وكونتاكت ندخلوها للثلاجه اقل مده 4 سوايع توصل درجه الحراره ديالها 5 دوغري ومونطيوها في الباتور سينو الا كان عندك الوقت كتبريباري على في وتخليها تبرد على خاطرها في الثلاجه ملي كتمونطيها كتعطيك اون تيكستور اللي زوينه وتكون اون تيكستور موسوز ديال لو موسو نوازيت ديالك دونك الموسو نوازيت ديالنا منين برد هو هذا على هذا الشكل دابا غادي نمونطيه في الباتور كتشوفوا لا تيكستور ديالو كيفاش ولات ثقيله دونك غادي نمونطي بهاد جوج عندي بحال اون كاناش اون كريم بلوتو اون كريم اونكتيوز لا غنقدر نبوش غنديرها في لابوش وغادي ناخد هاد لي مول هادو اون سيليكون هما اللي غندير فيهم لو موسو نوازيت ديالي تا هما ندخلهم للسيرجال تا هو غيكون في المونتاج ديال لو كاطو ديالي دونك كما كتشوفوا لا تيكستور ديالها دونك كنعمر لي تفاق ديالي كنقد وكندخلهم للسيرجي اللي قصاحو ونبدا في لو مونتاج ديال لو كاطو ديالي دونك لي كاطو ديالنا انديفيديوال هما هادو خرجوا على هاد الشكل هذا ديموليناهم حطينا فوق منهم داك لو موسو نوازيت كل وحده خدينا شويه ديال الشوكولا نوار خدينا اون بلاك اللي دخلناها للسيرجال تبرد مزيان غنديروا اون ديكوراسيون بالشوكولا نوار هي باش غنغلفوا الكاطو ديالنا على هاد الطريقه هادي دونك كناخذوا هاد لو كاباري هذا كنمشيو به كناخذوا لو كاطو ديالنا بحال هكا وكنعاودوا
La même opération. Donc à l'opération, quand tu peux te mettre chouïa dans le zerba, ou tu connais la plaque berda. Donc à quoi qui connaît les gâteaux d'Yenna, splendide ou HD. Nous allons parler de la présentation, inchallah. Donc on a pris du sucre glace, ou qu'on soit poudré au milieu. Donc هذا واش كان النهائي ديال لو غاتو انديفيديال ديال ناس بلونديد. نتمنى يكون عجبكم، عجبتكم الطريقه ديال التحضير، وبالصحه والراحه.